13 هنا لاعب كريم مطمور. كريم مطمور يرجع كورته ثاني كريم زياني. كل كرة لازم يمضي عليها، كل كرة لازم نجم مارسيليا الفرنسي يمضي عليها، ترجع الكرة بالعكس وتغطية عكسية ممتازة من أحمد فتحي. أحمد فتحي على طول كورته طويلة أمامية ثاني. هنا نص ملعب شوية في مساحات وفي جاب، بيطلب عمرو زكي حد يعمل مساندة سواء بوتريكا وزيدان هم اللي بيتناوبوا. بدأ منتخب مصر يعمل نفس الناجي بتاع منتخب الجزائر يضغط، خطأ على عمرو زكي وضربة حرة. أنا شخصيا أتمنى وأدعو إن النهاردة مفيش ولا واحد من المنتخبين يخرج ولا نشوف البطاقة الحمراء إطلاقا. صدقوني هذا الكلام من القلب، صدقوني هذا الكلام من القلب. أنا شخصيا أتمنى إن احنا نستمتع باللقاء. عموما إنذار لعمرو زكي، إنذار لعمرو زكي، وده درس مهم جدا للمهاجم أو للسترايكر، إن منطقة ما فيهاش أي خطورة خالص. حتى لو لاعب جزائري كان عامل هذا الكلام كنا قلنا إن في هذا التوقيت مهم جدا للسترايكر ما يضغطش بهذا الشكل، لأن مكان بعيد خالص عن الخطورة على مرمى فريقك أو دفاع فريقك. عمرو زكي بيحصل على انذار في اول نصف ساعه. ادي عمرو زكي كره طويله اماميه على طول عاليه، يحافظ عليها كويس حسني عبد ربه. ادي حسني وخطا وضربه حره مباشره. ادي حسني عبد ربه، حسني على طول ياخد على كورته خطا. ادي حسني عبد ربه هنا. الجزائر كانت فازت على هذا الملعب في ثلاث ماتشات على فكره، لقاء السنغال فازت 3-2، ولقاء ليبيريا فازت 3-0، وامام غينيا فازت الجزائر 1-0. لاعب كريم زياني طبعا النجم الكبير رقم 15 كان سجل هدفين في مرمى ليبيريا، هدفين طبعا لا ينسوا اطلاقا على هذا الملعب، ملعب مصطفى الشكر هنا في البوليه. يضغط على كورت ثاني لاعب سيد معوض، خطا وضربه حره مباشره. ماشي كويس على فكره حكم اللقاء النهارده. ان شاء الله عندنا فقره ايضا تحكيميه من خلال احداث هذا اللقاء، ان شاء الله هيكون مع الكابتن عمر بشتاوي، هيكون فقره تحكيميه للوقوف طبعا على إدارة أحداث اللقاء النهاردة مع هذا الحكم دانيال بينيت. ضربة حرة مباشرة على طول يجينا اللاعب أحمد سعيد أوكا، أحد خريجي طبعا المدرسة العسكرية المصرية، الفريقين الكبيرين جدا طبعا طلاع الجيش ونادي حرس الحدود. ترجع كرة ثانية على طول أمامية طويلة، كرة ضغط وقوة ثاني على طول هنا أحمد سعيد أوكا، قوي جدا على فكرة من نفس الفصيلة والنوعية بتاعة وائل الجمعة. الفصيلة دي والمدرسة دي طبعا كان فتحها حسام حسن، وجت فيها يعني أسماء كبيرة جدا، لعيبة بتلعب بروح قتالية عالية جدا مع منتخب بلدهم. خلي بالك أفضل شرف للاعب كرة القدم وأفضل شرف إن أنت ترتدي قميص بلدك، شرف يعني لا يساوي شرف. رامي التماس على طول من الجبل اليمنى، ده المساعد الأول اللي قلنا لحضراتكم عليه السيد ماليبو توكو اللي ماسك فراودة منتخب الجزائر في اللقاء النهارده. لم يشهر طبعا الراية إطلاقا ولا حالة تسلل، حالة وحيدة فقط في 32 دقيقة، ثلاث ركلات ركنية لمنتخب الجزائر وركنة لمنتخب مصر. فرصة خطيرة للجزائر وفرصة خطيرة لمصر. الماتش ماشي سجال 50-50 50-50. ترجع الكرة ثاني على طول دفاع المنتخب الجزائري، مفيش حد يدي مساحة ولا حد يدي زمن ولا حد يدي حد يفكر، ولا واحد عنده خيال وإبداع النهارده ممكن يكون موجود وعنده سهولة. حتى بوتريكا، حتى كريم زياني، حتى حكم اللقاء يمشي الكرة الأخيرة لصالح منتخب الجزائر. 33 دقيقة سرعة متعة، قول عنهم زي ما أنت عايز تقول تقول، ولكن حكم اللقاء يقول كلمته في الأخير ويدي خطأ وضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب الوطني الجزائري. ست مرات على فكره الحكم ده افضل حكم في جنوب افريقيا، ولكن مش هو الحكم رقم واحد في جنوب افريقيا. اكيد الحكم رقم واحد عنده طبعا ريكورد اعلى وعنده قراءه اعلى. بيسلم الكره تاعته في الجبل اليمنى لصالح اللاعب يزيد منصوري اللي بيأدي نفس الاداء بتاع حسني عبد ربه ومحمد شوقي بالتناوب مع خالد لاموشيه. اللاعب اللي معاه الكره ده نجم كبير جدا خالد لاموشيه. بتسلم على طول ثاني العشرة اللاعب رفيق جبور، يحاول يعدي رفيق ومعاه اللاعب محمد شوقي. شوقي يسلم الكرة ثاني نذير بالحاج، لعيب كبير جدا نذير إلى خالد لاموشيه. شوف السلام مع دوران، مع مهارة، مع قيمة، مع إصرار، مع ثقة بالنفس، مع عرضية خطيرة، ولكن يطلع دفاع المنتخب المصري. يطلع على طول ثاني أحمد فتحي وخطأ وضربة حرة مباشرة. خطأ وضربة حرة مباشرة. خطأ وضربة حرة مباشرة. أدي هنا على طول ثاني أدي بالحاج. ضربة حرة مباشرة أو غير مباشرة هنا فيها على اللاعب نذير بالحاج، هنشوف ما رفعش إيده. لما هي طبعا فيها دينشر سبريد، ضربة حرة خطيرة لصالح المنتخب الوطني المصري. 10 دقائق أخيرة أحبائي الكرام على نهاية أحداث الشوط الأول، ولا زال التعادل السلبي بلا أهداف. 7 مرات تعادل المنتخب المصري هنا في الجزائر مع المنتخب الجزائري. كرة على طول أمامية خطيرة، منتخب مصر بوتريكا، ولكن إلى ضربة مرمى. أخطر كرة لصالح المنتخب المصري، أخطر كرة لصالح المنتخب الوطني المصري. كذا على طول فلسطين، شوف الكرة وشوف المتعة. أبو تريكة عاوزة تروح البعيدة هناك طبعا،
عاوزة تروح البعيدة لو عاوز يسجل طبعا، ولكن في الاخر الى ضربة المرمى، في الاخر الكرة الى ضربة المرمى. ادي هنا ضربة مرمى على طول اللاعب جواوي. جماهير الجزائر طبعا بتعمل اغاني جميلة الحقيقة، تحاول تشجع منتخب بلدها وتحاول تأذرهم. هم طبعا كانوا يتمنوا ان هم يسجلوا مبكرا لحال اي منتخب طبعا بلده بتلعب على ارضها. وائل جمعة تاني شوقي يحاول يعدي شوقي، وفي الاخر يستخلص منتخب الجزائر تاني امامية الكورة، يحاول يعدي نزيل بالحاج خطير جدا، نزيل بالحاج ينطلق خطيرة جدا لصالح الجزائر عرضية يا خطيرة جدا خطيرة جدا جدا. انما نزيل قيمة كبيرة زي ما قلنا عليه في الربع ساعة الاول، وتألق ممتاز للنجم الكبير حسني عبد ربه زي ما قلت لحضراتكم، متابعة ومساندة ممتازة. أربعة لعيبة عاملين قيمة كبيرة، لاعب محمد شوقي وحسني، وفي وسط ملعب المنتخب الجزائري خالد لاموشي ويزيد منصوري لاعبين قيمة كبيرة في عملية اتزان الهجوم الدفاعي. عرضية ولكن شوقي طلع الأربعة أو اسم الأسماء الأربعة اللي قلنا عليهم على طول. أبو تريكة مباراة حلوة سريعة كونتر أتاك على طول تاني. محمد زيدان بوجه القدم لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، ولكن تروح الكورة لحارس مرمى اتحاد عنابة والناس تجواوي الان جدا طبعا واضح جدا في الكره الاخيره عليه. ادي رامي سماد خبره الحضري اعلى دوليا، وخبره جواوي النهارده هي خبره طموح هذا الجمهور الكبير. على طول تاني سيد معوض منتخب مصر ما بيحاولش يلعب اللونج باص الطويل عكس منتخب الجزائر، بيحاولوا ان هم يحافظوا على الكره اطول فتره ممكنه. على طول تاني حسني ضغط لاعبي المنتخب الجزائري يرجعوا الكره للخلف، تروح الكره تاني سيد معوض. ادي سيد معوض واجه القدم حلوه جدا زيدان يا ولد، لعيب عدى زيدان هوبا التصويبه ولد يا ولد حلوه. زيدان بدا يظهر، زيدان بدا يظهر، زيدان شوف زيدان لو خد مساحه عنده الحقيقه يعني عنده خطوره كبيره جدا، عنده خطوره كبيره جدا. ادي على طول هنا حسن شحاته ابو كريم طبعا النيك نيم بتاعه، عنده بتاع حوالي اربع اسامي دلع. هو بيقول لك انا احب دا يعني دايما لقب المعلم، حب زي ما انت عايز تحب. لما حسن شحاتة بين قوسين قول عنه ما تقول يعني ما عندكش مشاكل. ده طبعا اصبح من الاسماء الكبيره، كان احد الاسماء اللي اتحطت في القائمه العشره كافضل حكام او افضل مدربين كبار على مستوى العالم. حسن عبد ربه ثاني ترجع الكره الى خالد او منصوري، منصوري الى لاموشي، لاموشي لاعبين دور كبير جدا بقول لحضراتكم في قطع الكرات وهجمات المنتخب المصري. تسلم على طول ثاني زياني الى خالد المره دي عن طريق سته يزيد، قطعت الكرة تاني في نص ملعب منتخب الجزائر للخلف عن طريق اللاعب مجيد بوجرة. مجيد بوجرة إلى رفيق يسلم على طول تاني كورته إلى لاعب رقم 8 خالد لاموشي. الأربعة المدافعين بتوع الخلف أو الثلاثة بتوع القلب بتاع منتخب الجزائر ما عندهمش أي مشكلة في عملية تسليم اللاعب بتاع نص ملعب، لأن تحرك اللاعب خالد وتحرك يزيد تحرك واعي وتكتيكي ممتاز. في اتزان دفاعي هجومي ممتاز. بعض الأوقات نص ملعب بيفضى، بعض الأوقات زي ما قلت لحضراتكم الاحترام ما بين الفريقين بيكون متبادل بشكل أو بآخر. انطلاقه من الجبل اليمنى الثاني عن طريق اللاعب عن طريق يحيى. ادي عن طريق يحيى ولكن احمد فتحي صعب جدا تعدي من احمد فتحي، صعب جدا تعدي من احمد فتحي، عنده اصرار كبير وخد الراجل المدافع هنا عنتر مدافع على مدافع يتفوق احمد فتحي وياخد ضربه مرمى. مباراه ماشيه جميله جدا لحد الان 38 39 دي لعب. اجمل ما في اللقاء ان منتخب الجزائر عاوز يفوز، واجمل ما في اللقاء ان منتخب مصر عاوز يفوز، عشان كده اللعيبه مركزه قوي في المد. ضربة حرة مباشرة والصمت برغم تواجد أكثر من 40 ألف متفرج يعني هو اللي بيسود أحداث اللقاء اليوم. على طول رأسية أمامية جزائرية يرد ثاني الدفاع إلى لاعب أوكا أحمد سعيد أوكا، يسلم الكرة سيد معوض. أدي سيد ينطلق سيد معوض، لمسة حلوة جدا يا ولد لعيب أبو تريكة، مهارة جميلة سيد معوض. ثلاثة على خمسة الزيادة العددية، الإصرار المصري إلى محمد زيدان، هل هياخد القرار؟ يسلم لشوقي يرجع لحسني. منتخب مصر بيقدم ست ساعة الأخيرة ممتاز، ترجع الكرة ثانية لشوقي، محمد شوقي بيدور على المساحة. شوف التمركز الجزائري المتقن جدا، تمركز أوروبي يا جماعة، مصعب الأمور على المنتخب المصري. زيدان ينطلق يخترق يحاول يعدي ولكن يضغط الدفاع الجزائري ممتاز. هجمة جزائرية لو عملوها ممكن يكون فيها خطورة. ينطلق المنتخب الجزائري ولكن شوف ضغط عمرو زكي فين، بيذكرنا بالضغط على الكوت ديفوار في الأمم الأفريقية. مباراة كبيرة وقيمة كبيرة و40 دقيقة ممكن نشوف فيها هزة للشباك، هل ممكن يكون الأخضر الجزائري أم ممكن يكون الأبيض الأحمر المصري؟ انطلاقة على طول جزائرية ولكن يا ولد لعيب النهاردة المنتخب المصري يذكرك ب40 دقيقة بتاع الكاميرون، يذكرك ب40 دقيقة بتاع الكوت ديفوار، لا يذكرك إطلاقا بلقاء زامبيا، يذكرك بالإصرار المصري. وتبقى الشخصية الجزائرية في هذه الليلة تحلم وتتمنى دائما بثلاث نقاط زي ما قلنا. في الوجه المقابل منتخب مصر مع حسن شحاتة
قادم الى مدينة البليدة ويعرف ان